تتمناه. ميسي جداني وحب سوتيه شيتوتو ده مطعم فيه ايه اهم هم. شيتوتو ايه مطعم فيه ايه اهم هم. عندنا برضو عواطف شطة احلى في رجل التيكي واللي بيقطع شيتوتو. عندنا سلطة على انتخابات لو مش عايز نام وتغطى شيتوتو. عندنا كوسة وعندنا قرع ده احنا الاصل وملناش فرع. عندنا كوسة زي ما تجيش زي ما تجيش زي ما تجيش بالمايوهات او بالترابيش بالمايوهات او بالترابيش. عندنا اكل فوق الترابيزة تحتها برضو تلاقي تحابيش شي تطا تطا مطعم ايمالو تطا وهم هم وتيتي تطا مطعم فيه ايه هم هم. اجمل سمع من دنيا الدمع عندنا هنا ملا قلم سامع شيتوتو. عندنا شربة تنسي الغربة وافكار طازة جريئة ولامعة شيتوتو. عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع. وعندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع. لو سمحتي والله ممكن لو سمحتي تشغلينا قناة ترابزي. حاضر. وعايزة فين برتقالة؟ هو لسه بيبعت في رسائل؟ يوه ما نايمنيش طول الليل عمال يبعتلي في رسائل اس ام اس. دلوقتي تشوفيها. بصي اهي رايحة بين ايدي انا قلبي ده رايق قوي. اوه يا ليلى يكون باباكي حاسس بحاجة. بابا اصلا ما بيشوفش القناة دي. وبعدين نفترض انه شافها ما في مليون ليلى غير. طب ما تردي عليه بقى وتحني. اسمع اشرب اللبن يا حمادة واتغطى ونام ليلى. بصي نجاتي مستر نجاتي عمر يا سامي دي مستر نجاتي متهيألي ان انا اقدم زبون في المطعم ده تمام؟ طبعا متهيألي برضو ان احنا بمضي المدة وبالاقدمية يبقى لي رأي في اللي بيحصل في المطعم ده ولا انتوا بتعتبروني شرابة خرج قفص جوافة؟ العفو يا سامي بيه ايه بس اللي حصل؟ انا بني ادم يا نجاتي بني ادم انسان عندي دم وشعور واحساس. ايه بس اللي حصل يا سامي بيه؟ الاغاني اللي انتوا مشغلينها دي دي مش اغاني دي اللي اتأدب اللي اتحيا. انا راجل محترم لازم تراعوا الحكايه دي يا نجاة شويه. دي مش اغاني دي مسخره اللي اتأدب. انا اعرف اللي عايزه تغني دي تغني على مسرح تغني في جنينه انما تغني وهي نايمه في السرير ازاي؟ ناقص تغني وهي في الحمام. هاو كم يا نجاتي هاو كم؟ دي مهزلة ده تحريض على الفسق والفجور دي مهزلة أخلاقية. البنتين الحلوين اللي زي القمر اللي قاعدين جنبي دول مال من الصبح نازلين ضحك ومسخرة وأنا أعصابي باظت يا نجاتي.
سيبهم يضحكوا يا راجل، انت مالك ومالهم؟ مالي ومالهم؟ دول بيبعتوا رسايل، بيبعتوا رسايل على الفضائيات بيقرطصونا واحنا قاعدين يا نجاتي. رسايل ازاي يعني؟ البنت اللي عطيانا ظهرها دي، دي اسمها لجنة، ماشيه مع واد اسمه احمد، ما نامش طول الليل وعمال بيبعت لها في رسايل. شفت اخلاقيات زي كده؟ وانت تعرفهم قبل كده؟ ولا عمري شفتهم، لكن سمعت بنتي كل حاجه نجاتي. عايزني اسمع المسخره دي واسكت؟ عايزني اشوف انهيار القيم والاخلاق واقعد ساكت؟ لا. وعايز نعمل ايه دلوقتي؟ غير المحطه، هات لهم برامج تعليميه يمكن يختشوا على دمهم. حاضر حاضر. بقول لك ايه يا نجاتي، بلاش تغير المحطه دلوقتي، خليها لما تخلص الجنة، يعني من باب الذوق. بقول لك مش هتقدر تفتح عينيك. اهلا يا بنات، منورين. نجاتي مدير عام المطعم. اهلا وسهلا. انتوا اول مره تشرفونا؟ لا ازاي، احنا بنيجي هنا كتير جدا. وزي احمد. احمد مين؟ احمد مين؟ دي مصر كلها عارفه يا ليلى. ايه ده ايه ده ايه ده، انتوا بتتنططوا علينا ولا ايه؟ ده انا عامل لكم فضيحه مطعم شيتوتو جيت. بس انا مش عايزه تنصت ولا نيله، انا فضيحتكم بقت بجلاجل على كل القنوات. الواحد زمان كان لما يحب كان ولا يجيب سيره ولا يحب حد يسمع اي خبر. انا قعدت 9 سنين في الكليه احب واحده ولا كلمتها ولا كلمتني ولا بصت لها، حب كده ملائكي من بعيد. 9 سنين لحد ما اتخرجنا اتخطبنا، قعدنا 6 سنين مخطوبين ولا شفتها ولا قوبت ناحيتها، لساني ما جاش على لسانها لحد ما اتجوزنا اهو 20 سنة. انا عرفت اسمها صدفة من 10 سنين لما شفت الدبلة لوتس الغجرية. طول ال20 سنة ما قلت لهاش غير 4 كلمات: لوتس أنا تعبان جهزي لي الحمام. وإيه لازمة البق ده؟ يا أنسة هنا إدارة شيتوتو شديدة شوية، بنات زيكم هنا في المطعم لازم إحنا نحافظ عليهم زي بناتنا بالظبط. أنسة ليلى اللي اسمه أحمد ده ما بيحبكيش، ده عمل لك فضايح على مستوى الفضائيات، وأنا رأيي إنك ما تشوفيهوش تاني. بس أنا عمري ما شفت أحمد. إزاي يعني عمرك ما شفتيه؟ أيوه، كنا بنتكلم عن طريق الاس ام اس. طريق ايه؟ الاس ام اس. ايه الاس ام اس ده؟ ايه المنهس ده؟ انا اقول لك، لقيت اسمه وهو بيكتب رساله لواحده تانية، قمت شقطاه. انا علاقتي باحمد فضائيه هوائيه. فضائيه هوائيه وشقطاه، الله يخرب بيت الموبايلات واللي اخترع الموبايلات. استني استني، ايه ده؟ باين في حد فتح البلوتوث اللي جنبكم. اللي جنبكم فتح البربطوس ده. الله 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 الله، سامي بيه ارحمني يا سامي بيه، اقفل البربطوس بتاعك، احنا مش ناقصينك. اهلا 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 بهوات، تفضل 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 تفضل. السجن هنا ضعيف جامد، ممكن حضرتك نقعد في حته فيها ارسال يعني عشان جايني مكالمه خارجيه؟ عشان كل واحد يفتح بلوتوزه. الله عليك، ده انت صايع قديم بقى، مع ان يعني على ايامكم ما كانش فيه الحاجات دي. انا صايع قديم بس بتعلم الصياعه الجديده. بقول لكم ايه، من الاخر كده عشان نبقى حلوين مع بعضينا، ما حدش يفتح بلوتوزه، كله يقفل بلوتوزه. واللي في النص ده هيقفل بلوتوزه ازاي؟ ايوه، وانت مال حضرتك من البلوتوز يعني؟ بلوتوزي وانا حر فيه، افتحه واقفله، حريه شخصيه. وانا هفضل قاعد ساكت كده يعني؟ ساكت والرسايل رايحه جايه من ورا ظهري وافضل قاعد ساكت؟ خلاص يا برنس خلاص، روق، احنا مش هنفتح البلوتوز، بس بعد اذنك شوف لنا بس حد كده عشان نشوف هنشرب ايه. تشربوا ايه؟ 5 المعالي بعد اذنك. اي خدمه تاني؟ شكرا، بسرعه بعد اذنك. ايه يا عم الحاج، هو يتحكم فينا ولا ايه؟ يا عم اقعد بقى، هو يعرف ان احنا فاتحين البلوتوز ولا قافلينه؟ ده حتى هنا المكان فيه خير جامد قوي. بص بص
ارمي الشبك يا معلم. اضحك يا سيدي. بلوتوز ده بقى رجاله عامل زي الشبك كده اللي بترمي الميه وش. على حسب بيطلع بقى انت ورزقك، يطلع بسريايه، يطلع بلطيايه، يطلع مزايه. ايوه صح. الله عليك. حلو. بص هنا. الواحد مش عارف الحقيقه منين، من البلوتوز ولا الاس ام اس اللي ربما يكون مغلقا. اهلا وسهلا يا هاني. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا مدام. تعالي يا اموره. اهلا يا اموره. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. شرفت منور والله. كويس قوي اللي انت عملته في المطعم. على الله يعجبكم دايما يا رب. صوت فظيع شنيع. لا لا يوطى يا فندم. يا ابراهيم وطي الصوت هنا. جيل غريب، انا مش عارف بيستمتع بالجو ده ازاي. احنا زمان انا والهام لما كنا مخطوبين ونخرج نقعد ندور على حته هاديه عشان نتكلم مع بعض فيها. يا عبد القادر بيه، الشباب دلوقتي مش بيتكلموا، دول بيشوشروا بينهقوا. بس مش كلهم، مش كلهم. عندك شكري ابني بسم الله ما شاء الله في سنه ثالثه كليه هندسه، بس مختلف عنهم تماما، مش كده يا شكري؟ طالع خجول بشكل شنيع يعني. لا لا لا، انا مرنان بنتي المعلبين. البنات اللي في سنها اليومين دول بيعملوا البدع، ودي ممكن تقعد في البيت باليومين ما تسمعش حسها. ايوه، المهم البيت. الركع التربية عبد القادر بيه. على العموم سعادتكم، احنا هنا في تشيتوتو بنحاول نحقق كل الرغبات، يعني الشباب ليهم الركن بتاعهم وحضراتكم برضو ليكم الركن الكلاسيكي. ده موجود وده موجود. هو الصوت عالي قوي، مش ممكن يوطى شوية؟ يا ابراهيم خليني اعمل ايه؟ ليه ما وطنش الصوت؟ يا فندم ساعات الشرار عايزين صوت غير عالي. الشباب لو سمحتوا لنا يا شباب بعد اذنكم، احنا هنوطي الصوت شويه. احنا عايزين نسمع الاغنيه. لعلمك بقى، احنا جايين هنا عشان نتفرج على قناه رمزي. ايوه بس نسمع على قدنا لو سمحت. وانتوا هتحكموا فينا هنا كمان بقى ولا ايه؟ خلاص بس بعد اذنكم يعني نوطيه شويه. ها؟ ايه رايك كده في الصوت يا عبد القادر بيه؟ كويس. بصراحه يا عادل بيه، انا بخاف مرنه بنتي تسمع او تشوف الاغاني الهابطه دي، عشان كده انا عملت تقريبا محطه خاصه عندي في البيت. محطه خاصه عندك في البيت؟ ازاي يا زياد بيه؟ بقرا برامج المحطات كلها في المجلات، وبختار اللي يشوفوه عندي في البيت. يعني يشوفوا فيلم محترم، اغنيه محترمه لام كلثوم، لعبد الحليم. تصور حضرتك، مرنان بنتي ما تعرفش غير محمد فوزي ومحمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب. يعني تقريبا سعادتك كده عامل رقابه ومصنفات فنيه في البيت. طبعا يا عادل بيه، ولازم كل اب يعمل كده. بقول لكم يا اولاد، ما تسيبونا نقعد مع بعض شويه، وروحوا اقعدوا على الترابيزه اللي ورانا. يلا يا اولاد، يلا. شكرا يا ابني. يلا من هنا، يلا. مرنان بنتي بتحب سعاد حسني قوي، طلبت انها تتفرج على فيلم اميره حبي انا، فجبته لها طبعا، بس عديته على الرقابه. تصوروا لقيت ايه؟ سعاد حسني بتغني بتقول بوسه ونغمض يلا. اول ما سمعت الاغنيه دي رفضت الفيلم نهائي. يا سلام يا سلام يا زياد بيه. امال يعني نسيب ولادنا يروحوا مننا؟ اسمح لي يا زياد بيه، تشيتوتو يحزو حزوك تماما. صحيح، ما معنى ان احنا نقدم للزبون اكل جيد ومشروب جيد ونقدم له اغاني مطلوبه؟ المطعم اللي بيقدم اغاني هابطه زي المطعم بالظبط اللي بيقدم اكل حمضان، ولا ايه يا عبد القادر بيه؟ طبعا يا عبد القادر بيه طبعا. تحبوا تسمعوا ايه؟ قصدي تحبوا تاكلوا ايه؟ اللي تشوفه يا عبد القادر بيه، بس المهم تشوف لنا حل في الاغنيه دي. انا خايف الولد ابني ودنه تاخد على الحاجات دي. جيب لنا اي حاجه، جيب لنا نشره الاخبار يا اخي. انا اسف يا عبد القادر بيه، ثانيه واحده. يا ابراهيم هات الريموت. اتفضل يا فندم. انا ما اقدرش اخسر الشباب
وفي نفس الوقت ما اقدرش اخسر الكبار، لانهم الكبار هم اللي بيدفعوا الفلوس، هم اللي فاتحين المحل. دي مشكلة عمرها ما اتحلت. الكبار والشباب عمرهم ما اتفقوا ولا هيتفقوا. وده التحدي الكبير اللي قدامنا يا نجاتي. ازاي مطعمنا يرضي كل الاجيال؟ يعني ايه تشيتوتو؟ تشيتوتو يعني كل شيء موجود. اذا حاجة نقصت يبقى احنا المسؤولين. لازم نرضي الشباب والكبار، الاطفال والعواجيز. وهنرضي كل دول ازاي؟ بالفصل بين القوات. نعم. الشباب لما بيجوا مطعمنا يلاقوا ابهاتهم موجودين بيحسوا بانهم داخلين دار مسنين، مفيش الروشنه والشبابيه اللي بيدوروا عليها. حتى الكبار لما بيجوا مكان كله شباب بيحسوا انه مكان رخيص، مكان عيالي، ويحسوا كده ان راكبهم 60 عفريت. ده صحيح يا نجاتي. طب هنعمل ايه يعني؟ نعمل لهم جدول مواعيد، دول يوم ودول يوم، زي حمامات السباحه اللي في النوادي، 5 ايام للحريم ويومين للرجاله. لا يا نجاتي، دول هيجوا ودول هيجوا وهيخشوا المطعم وهينبسطوا في ال 24 ساعة. احنا يا نجاتي هنعمل جدار عازل. جدار عازل ازاي بقى؟ نجاتي! يا نجاتي! يس يس، نعم، وات هابن، في ايه؟ ايه اللي انت هببته ده؟ اروح يومين ازور عمتي في اسكندرية، ادي الاقيك مبوظ الدنيا؟ ايه الجدار اللي انت عامله ده؟ انت سددت المطعم يا نجاتي؟ اروح مكتبي ازاي؟ من باب للصعب، احنا وضبناه وعملناه باب رئيسي. يا نجاتي، انا قايل لك اعمل فاصل صغير علشان تفصل ما بين الترابيزات. تعمل لي جدار بالشكل ده واسلك شايكه كمان؟ وفيها ايه؟ ما انت مش عايز تفصل بين القوات؟ ما بالطريقه دي لا يمكن يشوفوا بعض ولا يمكن يقابلوا بعض. طب والحمامات يا نجاتي؟ عندي. عندك؟ يعني اللي عاوز يروح الحمام يخرج من هنا على الشارع عشان يخش الباب الاصطاف يروح الحمام يا نجاتي؟ عشان يفكر مليون مرة قبل ما يدخل الحمام. طب الطلبات توصل للزباين هنا ازاي؟ وضبنا كل شيء، من الباب اللي هنا اهو الرئيسي ده يطلع الطلب من هنا ويلف في الشارع بره، هتلاقيه داخلك من الباب اللي عندك. يا انت هتشلني يا نجاتي، هتجيب لي انهيار عصبي يا نجاتي. بقى الحاجة الوحيدة اللي اعتمد عليك فيها تبوظ لي الدنيا بالشكل ده. هنعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ ولا حاجة، المسألة بسيطة، لف من باب الاستاف. زياد باشا. اهلا اهلا. ده شيء جميل جدا جدا جدا. تعرف احنا فعلا كنا محتاجين مكان نقعد فيه على راحتنا كده. قول له يا سعاده البيت. اصل البيت زعلان. لا 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 والله، اهو كده احنا نعرف نقعد والشباب كمان يعرف يقعد. بس على فكره لازم يكون عليهم رقابه صارمه. لا من ناحيه دي اطمن يا زياد باشا، مستر نجاتي من دلوقتي مش هيبقى متواجد هنا، هيبقى هناك يشرف عليهم. الاولاد هيقعدوا هنا يعملوا ايه؟ طبعا احنا عاملين ركن الشباب ده عشان مين بقى؟ لا 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 لا، دول عيال غلابه ولخمه، انا خاف عليهم يقعدوا لوحدهم. ودي تيجي برضو هيكون في رقابه عليهم يا فندم، ما تخافش، دول في عينينا، دول شباب يا راجل، خليهم يعيشوا سنهم. يلا يا اولاد اتفضلوا معايا. على فين؟ هيخرجوا برا المطعم؟ ما هو باب الركن الثاني يا فندم من بره المطعم، هي مسافة 2 متر. Oh Lord of mercy, mercy, mercy. The man them in a the party, party, party. The whole of them sexy, sexy, sexy. Watch them. كده بقى المكان أروش بكتير. أوه المكان هاي وكلهم فاتحين البوليتين. طب اهدي لحسن بابا هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ هنا فين؟ طب خلاص خلاص ما تتخضيش، بيننا وبينه حيطة، هنا في ركن العواجيز اللي جنبنا. يا اخي ده ابويا امه طلع عليهم شويه حركات. قال ايه؟ راسهم والف سيف لازم اخرج معاهم. قمت جايبهم وجايبهم على كده. حطيتهم هم بقى في ركن العواجيز يرغوا ياكلوا قدام بعض، هم احرار.
تصدق بقالي 3 اسابيع ما شفتهمش. طبعا انا نايم طول النهار منتخ وهم طول الليل نايمين، بس ساعات بيوحشوني كده. يعني انت ابوك هيجي وهو ابوه هيجي وانا بقى ابويا ملوش نفس؟ يعني ده انا ابويا ده برنس وتاريخ اساسا. انا هكلم ابويا، هكلم ابويا هطلبه عبر الهاتف، يعني يجي كده يشترك معانا، يمكن يبقى فيه قرايه فاتحه ولا اي مصلحه. حكوا قوي، حكوا. الو ابي، انت فين يا برنس؟ ما تيجي كده، انا قاعد في مطعم كده اسمه تشي توتو. ايوه تشي وبعد كده توتو. لا لا لا، مش هتقعد معانا، هما عاملين ركن خاص كده لكبار السن والعواجيز يعني، والابهات والامهات. طيب ماشي، هستناك يا برنس. بقولك ايه، فك الكيس كده واركب تاكسي وتعالى بسرعه عشان محتاج لك يعني. يلا حبيبي ما تاخرش، مع السلامه يا ابي. ايه يا ابو شرف، ابوك يعرف انك بتشايش ولا ايه؟ لا يا راجل ما يعرفش. يا راجل مش خايف يا ابني الاحسن يعكشك؟ يا ابني يعكشني ازاي طول ما في هذا الجدار وهذه الاسلاك الشائكه؟ شائكه شائكه جامد. وبعدين انا ما بخبيش عن ابويا حاجه خالص على فكره، انا قايل له ان انا ما بشربش الا شاي بلبن. هتفضل قاعد ساكت كده كتير؟ لا طبعا، بس يعني بدرس الجغرافيا والموقع. موقع ايه وجغرافيا ايه؟ ما انت شايف الجدار. قشطه، لو يعملوا حوالين كل ترابيزه جدار يبقى اجدع شطط في الدنيا. انا مرنان بنتي متقدم لها تلاتة، بس البنت مكسوفه تقول لي مين فيه. طيب ما تخلي والدتها تقعد معاها وهي هتعرف منها. الاولاني شاب كويس قوي مدير بنك، والتاني رجل اعمال وبيشتغل في الازاز، والتالت عنده سلسله سوبر ماركت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وانت نويت على مين فيهم؟ بصراحه انا نفسي اطمن عليها قوي، شكله كده هترسي على بتاع الازاز. البنت الشغاله اللي عندي قرفاني في عيشتي يا ناديه، رغايه قوي ما بتبطلش كلام. ده كويس انها كده. انا بقى البنت اللي عندي مش مطمنه لها خالص، علشان كده ما برضاش اسيبها في البيت لوحدها. عندك حق، اوعي تطمني للشغاله. انا بفكر اخلص واجيب فلبينيه احسن. شكري ابني، حاولت ادردعه ما فيش فايده ابدا. تصور شاب في سنه بيتكسف يكلم البنات، ده لولا ميرنا بنتك تعتبر في مقام اخته ومتربي معاها ما كانش قدر يكلمها. وهو بيكلمها خالص؟ ده طول الوقت انا شايفه حاطط عينه في الارض. ما اتجوزه يا عبد القادر بيه. اجوزه ازاي بس؟ اجوزه ازاي؟ مش لما يتدردح ويعرف الدنيا. شباب ايه ده؟ ده انا وانا في سنه كنت مقطع السمكه وديلها. وطي صوتك، ودانهم معانا. بتاع ازاز؟ انت هتتجوزي بتاع ازاز؟ ابوك ده مهيس ولا حاجه؟ طب وانا؟ انت ايه بس؟ انت اللي عارف تكلم باباك ولا عارف تكلم بابايا؟ خليك كده مكسوف لحد ما ضيع من ايدك. مفيش غير ان انا تحطهم قدامها من الواقع. ازاي بقى؟ نكتب ورقه واضحه. وعلى ايه يعني؟ ماما وبابا هنا، ما تروح تكلمه، مفيش بينا وبينهم غير حيطه. ما هي الحيطه دي مش هيسمعوني، ولو سمعوني مش هيفهموني. مفيش فايده من الكلام معاهم. هنتجوز بحته ورقه يا شكري؟ طب بلاش، نعيش انا في حته وانت في حته؟ حته الورقه دي هي اللي هتفتح الطريق وهتخليهم يسمعوني. كده هيموتوني؟ انا هيعملوا حاجه، هيزعقوا شويه ويشتموكي شويه وبعدين خلاص. امر واقع وهم اللي هيجوزوني. يا برنس انت وصلت؟ ايوه. انت قاعد فين؟ انا عايز اقعد معاك. لا يا حبيبي ما ينفعش تقعد معايا، اصل انا قاعد مع جماعه اصحابي. الله، ايه يا واد؟ ده انا جاي من اخر الدنيا عشان اقعد معاك. وحشتني يا واد يا اشرف، بقالي اسبوع بحاله ما شفتكش. لا 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 لا، جو هنا يا ابي مش هيعجبك خالص. لا 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 مش هيعجبك. اسمع ابويا عايز يجي. يا بابا ده اصحابي اول ما عرفوا انك عايز تيجي يعني بان على وشهم الفرحه خالص. لا 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 لا، وبعدين يا حاج انت مش من مقامك تيجي هنا يعني، دي عيال هلس وشكلها غلط اساسا. طيب انت بس اطلب اللي انت عايزه، واي حاجه تحصل او تتزنق في اي حاجه ابقى رنالي. ماشي يا حبيبي، يلا سلام يا ابي.
ابويا الوحيد بقى ماليش غيره. مساء الخير يا اكسلانس. مساء النور يا حبيبي. لو سمحت انا عاوز الشيك بتاع الترابيزه دي والشيك بتاع الترابيزه دي يروح لابي هنا وراك ده. بس بعد اذنك انا طالب من حضرتك طلب صغير يعني. يا ريت يعني تشيل الشيشه من قلب المشاريب يعني. اصل انا والدي لو عرف ان انا بشرب شيشه ممكن يكسر المحل ويعور حضرتك. فبعد اذنك يعني لو سالك احنا كنا بنشرب ايه؟ قول له شاي بلبن. انا لا يمكن اشارك في الجريمه دي ابدا. جريمه ايه يا استاذ؟ ما تخليك في حالك. يا حبيبي لازم تجيب لي تصريح من ولي امرك ان مسموح لك تشرب شيشه. ليه واحنا في مدرسه الشيشه الثانويه؟ الله. امال بتنزلوها للناس ليه يعني؟ ممنوع شرب الشيشة الأقل من 21 سنة. على فكرة يا اكسلانس احنا عدينا السن القانوني. والشاب الطيب الجميل ده عدى السن القانوني؟ ده عدى من زمان. برافو عليه، ما بيشربش شيشة. لا ده كان بطل في شرب الشيشة بس بطل فجأة. فجأة بطل؟ اهو ده غلط. ليه؟ لأن الدخان ما طلعش، شايف؟ الدخان كله كاتم جوه. اهو ده من مدار الشيشه، في ناس تشفط الدخان وتكسل تطلعه، ادي النتيجه، طول ما انتوا ماشيين خبطوا فيه كده. ها؟ هنعمل ايه بقى؟ هنحاول. هو الاب عايز ايه من ولاده يعني غير ان ابنه كده يبقى مبسوط كده وبيشيش ورايق؟ بص يا مستر نجاتي، انا هحطمك. الراجل ده ابوه يبقى رئيس جمعيه مكافحه التدخين. تعرف لو عرف ان ابنه بيشرب شيشه عندكم هنا هيقفل لكم المحل؟ ده بعون الله قافل ست الحلات قبل كده. ما بالك بقى لو عارف ان ابنه بيشايش عندكم. اديني رستك علله اهو. رئيس جمعيه مكافحه التدخين. بقول له بقى ان انا بشرب شيشه. قول له. شكرا جزيلا. والله يشرف لي بيه، دي تجربه عظيمه ورائعه. ده فعلا شيء رائع اننا نلاقي مكان زي ده بنسمع فيه الاغاني الاصيله اللي افتقدناها في الزمن ده. فكره هايله يا سعاده اللواء. هو المطعم ده كده كل يوم والتاني يطلع بفكره جديده. المساله مش مساله اكل وشرب، المهم انا باجي هنا باستمرار. انا ابني اشرف قاعد في الناحيه التانيه رايق ومبسوط مع اصحابه. هي الفكره ان الاسره تجتمع ويخرجوا مع بعض. يخرجوا مع بعض. انما تجتمع لا، ما زي ما انت شايف هو في حتة وأنا في حتة وبيننا وبينه جدار. جدار إيه بس يا سعادة اللواء؟ ده أنت بينك وبينه يا دوب 10 سنتي، ده غير الجدار العازل إياه. المهم تطمن عليه. اللي طمني على ابني مش إنه يبقى لازق جنبي أو يبقى بينه وبينه جدار زي ده. اللي طمني على ابني يا شربيني بيه هو القيم اللي أنا زرعتها جواه. أنا راجل تربوي قوي يا شربيني. واضح واضح يا فندم. ابني أيمن اللي هو قبل أشرف على طول، نما إلى علمي إنه مصاحب بنت. إيه؟ مصاحب بنت؟ أي أب مسرحي هيروح لطش له وياخد له قلمين على وشه وينكد عليه عيشته، مش كده؟ صح. لا مش صح. اسمع بقى الصح. أنا أخدت أيمن ابني من إيدي ورحت الديسكو وقابلت صاحبتها. انا اللي عزمتهم بنفسي. فضل يرقص معاها طول الليل. اخر الليل واحنا راجعين في العربيه كلمته راجل لراجل. ايمن يا ابني اوعدني ان دي تكون اخر مره تشوف فيها البنت دي. قال لي اوعدك يا بابا. وخلص. الله. ابني اشرف اللي قاعد مع اصحابه ده نما إلى علمي إنه بيشرب شيشة. تخيل ولد في سنه أبوه رئيس جمعية مكافحة التدخين ويشرب شيشة. أي أب تاني في مطرحي يعمل إيه؟ هي دي عاوزة حاجة يا سعادة الباشا؟ يقوم ياخدوا قلمين على قفاه. ده لو أب عادي مش تربوي. أنا خدت أشرف ابني وخرجت مع أصحابي. طلبت له شيشة. قعد يشرب قدام عينيا حجر ورا حجر لحد ما عميته. اخر الليل واحنا راجعين في العربيه كلمته راجل لراجل. اشرف يا ابني اوعدني ان دي تكون اخر مره تشرب فيها الشيشه. قال لي اوعدك يا بابي. وخلص. غير الحجر يا ابني يا كابتن.
هات واحد كنتالوب. انت بتكتب ايه؟ بكتب القرط. احنا هنقعد نتكلم في الكلام ده كتير؟ مش قلت تكتب شاي بلبن مكان الشيشه؟ يا بيه ما ينفعش، انا كاتب 26 شاي بلبن، ما هي كده هتبقى مهروشه. صدق بقى الراجل ده بيفهم. عايز الشيك يروح لابوك يلاقيك شربت 26 شاي بلبن. اه صح 26 شاي بلبن. يقول عليها ايه لسه ما اتفطمتش؟ طب بقول لك ايه، اكتب واحد كنتالوب وواحد اناناس، ولو ابويا سالك يعني قول له ده كان بياكل فروت سلطه. يا سلام، هي دي الدماغ، تكتك كده. ادام فيها بقى كنتالوب وكده وحاجات من دي، بطيخه بقى بركه اللي فيها بذر دي. يلا يا برنس، واحنا هنفضل قاعدين القعده ورديحه كده، ما تفتحش بلوت ووز يمكن سمكه تشبك في السناره ولا اي مصلحه في الليله اللي احنا فيها دي. الحقي هم اللي بيبعت في رسايل. يا شيخه ده مجنون. طب ما تبعتي له مسج بقى. ايه ده انت اتجننتي؟ ابعت لي مين مسج؟ عايزين يشوف شكله. انا حاسه كده ان هو قصير وعبيط. ايه ده؟ طب وجالك الاحساس ده منين؟ مش عارفه. طب تفتكري ابعت اقول له ايه؟ قولي له انا مستنياك في مطعم تشيتوتو. ايه ده يا مجنونه؟ طب افرض يجي ولا حاجه. ما يجي هو هياكلنا. خلصي، هتبعتي له ولا ابعت له انا؟ لا 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 ابعتي انت. لا مش هبعت. قشطه. انا ليلى مستنياك في مطعم تشيتوتو. هنتقرطص هنا ولا ايه؟ منوزيل اللي بيحصل ده مش مظبوط ابدا. انا مش فاهمه حضرتك شاغل نفسك بينا ليه؟ احنا بنهزر. وكمان جاي؟ لا 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 انا لا اقبل. متر لو سمحت. والله ايه عايز ايه؟ عايز ورقه وقلم. حاضر. ابراهيم افندم مستر نجاتي. بلوك نوت واثنين اليما، واحد ذكر وواحد حريمي. ليه ان شاء الله؟ عشان جوز العصافير الحلوين دول. هيكتبوا بيهم ايه يا فندم؟ هيكتبوا الطلبات؟ طلبات ايه يا حمار؟ دول هيرسموا قلوب ويبعتوا لبعض شعر وغزل. لسه في ناس كده يا غبي. تحت امر سعادتك مستر نجاح. تحبوا اغير لكم المحطة؟ اجيب لكم حاجة رومانسية كده تدلعكم. سمعكم حاجة لعبد الحليم حافظ؟ لا ميرسي، احنا مش مركزين مع التلفزيون خالص. ميرسي قوي، احنا مش سامعينه. وعملت معاها ايه؟ شيري بنتي لسه مراهقة 17 سنة، ثانوية عامة. بتشوف اللي بيلبسوه المطربات في الفيديو كليب اتأثرت بيهم. فجأة بقى شيري بتلبس المحزة والعريان. تشوفها لابسه البلوزه تقول دي بتاعتها وهي في سنه سته ابتدائي، والبنطلون تحت 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 كانه هيقع منها. قال ايه موضه يشربني بيه. اي اب بقى في مطرحي يعمل ايه؟ ما تقوليش لبست زيها وخرجت معاها وفي العربيه بقى وانتوا راجعين بالليل قلت لها شيري يا بنتي توعديني انك انت ما تلبسيش اللبس ده تاني؟ قالت لك اوعدك يا بابا. مين قال لك الكلام الفارغ ده؟ ازاي يعني؟ اشوف بنتي لابسه محزق وعريان وما اخدهاش قلمين على وشها؟ اسمح لي، انت اسلوبك في التربيه مديرني قوي يا شربني بيه. يا متر قوم يا فندم. تعرف تجيب لي شيشه في الخباسه كده؟ بس اوعى اوعى الواد ابني اشرف يعرف. عليا بس استنى، خليها شيشة تنبقى. بس أرجوك أرجوك خليهم يكتبوها في الفطورة رز بلبن. يا عادل بيه عادل بيه، عايزينك في استشارة بسيطة لو سمحت. أمر يا عبد قادر بيه. خير زياد بيه يا سيدي؟ مش عاجبه طريقتي في تربية ابني شكري. أنت تعرف شكري كويس وبجيبه معايا هنا دايما. إيه رأيك في تربيته؟ بصراحة يا عبد القادر بيه شكري ابن سعادتك مثال للولد المهذب المتربي. ده عامل زي البنت البكر. شفت بقى؟ شفت؟ يبقى أنا صح، زي البنت البكر. ده رأيي. الله، هو المؤدب أيام دي يعني يبقى عيب ولا إيه؟ خليه يعرف دي ودي، خليه يشوف الدنيا. هيتحمل مسؤولية إزاي لما يتجوز؟ يتجوز إيه؟ لسه قدامه العمر طويل. وبعدين ما هي بنتك، بنتك خيبانة وهبلة، هتتجوز إزاي دي؟ لا اسمح لي بقى، البنت غير الولد. آه معلش. لا بصراحة
اسمحوا لي سعادتكم انتوا الاثنين، ما شاء الله عليكم مربيين اولادكم احسن تربيه. يا سلام على الولد والبنت، ده الاثنين يفرحوا. عقد زواج عرفي، اقر انا شكري عبد القادر انني تزوجت من الآنسة مرنن زياد البكر الرشيد زواجا عرفيا. مبروك يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. مبروك يا مراتي. مبروك يا جوزي. يا نهار اسود، انتوا بتعملوا ايه؟ طب اي حاجة تبص في الورق هتتجسس علينا. وانا اللي اقول عليكم عصافير حلوين وترسموا قلوب وبتحبوا بعض وبسمعكم عبد الحليم حافز. انت بتتجوزها عرفي يا هلا؟ وانت مالك انت؟ يا بنتي ده ابوكي وامك، مفيش بينكم غير حيطة. احنا مش صغيرين وعارفين بنعمل ايه كويس، ما تطلع انت منها. لا تعملها زي ابني. ده انا نجاتي وانا لا اقبل، انا لازم اروح ابلغ ولازم اقول ان ساكت احسن لك. انت فاهم؟ هترشيني برفان؟ بس انت ديفنس. ديفنس ديفنس ده ايه؟ رشه واحده منه هتنام خمس ايام. اول بقى وهده محتاجين دقيقه واحده. حاضر. مش مشاكل. انا بقول يعني استاذ شكري، قصدي شاكر، ما اعرفش اسمك ايه بقى. شكرا. شكرا يا فندم. أيوة. انا بقول بصراحه يعني ان مفيش داعي للعنف والحاجات دي. بابا وماما هنا، انا ممكن اروح استاذن منهم واكلمهم ونحل المشكله عن اذنكم. اقعد. مفيش مشكله. بطاقه. نعم؟ بطاقتك. اتفضل. انديلي هنا. انا لا يمكن امضي. انديلي هنا. لا يمكن امضي. اقعد وامضي. اوكي. كلنا بنمضي يا فندم. ونادي لي واحد كمان من العيال بتوعك دول، ينادي لي شاهد تاني، شوف لي اي واحد. مفيش غير الحمار اللي عندي. يا ابراهيم. فندم مستر نجاتي، اي خدمه سعادتك؟ امضي هنا. امضي على ايه يا فندم؟ بطاقتك. يا حمار امضي، خالك بيمضي، انت خلاص امضي. انا امضي مفيش مشكله خالص. اي خدمه. الف مبروك يا حلوين، الف مبروك يا عرسان. انا كان نفسي ازغرط بس شكلها مش حلو في سني. هم بقى اسمعكوا ريكو في غنمة شبرا باب اللول، الحاجات اللي الشباب الحيوة دي. عن اذنكم اقعد. انت مش مضيت؟ خليك قاعد هنا لحد ما كلنا نتحرك. حضرتك الانسة رانيا صح؟ انت بقى احمد؟ ياه انا مش مصدق نفسي، اخيرا شفتك. ده انت فضحتيني، مصر كلها بتتكلم على احمد اللي بيبعت اس ام اس لليلى. اسمحي لي اقدم لك نفسي، انا احمد سراج صاحب محلات دهب. محلات سراج. محلات دهب. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. التاريخ بيلمع. هي الانسه. اسفه نسيت اعرفك، سميره صاحبتي، وعلى فكره هي اللي بعتت لك الاس ام اس. بجد؟ ده انت عملتي فيا جميل عمري في حياتي ما هنساهولك. ايه ده؟ للدرجات؟ واكتر كمان بالدرجات. انت عارفه انا اول ما عرفت ان انا هقابلك جبت لك هديه بسيطه كده، اتمنى انها تعجبك. خاتم الماظ يعني. ايه ده؟ لا 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 لا، انا لا يمكن اقبل منك هديه، انا لسه يا دوب ما اعرفكش. لا لا، معقوله هتكسفيني ولا يعني الهديه مش قد المقام؟ مش قد المقام. مش قد المقام ايه؟ ايه يا ابني ده كله؟ والله يا ليلى انا حلمت بيكي 8 مرات، لا 9 مرات من ساعه الاس ام اس. من غير ما تشوفها؟ المسألة مسألة إحساس، وأنا حسيت بليلى من غير ما أشوفها، عشان خاطري اقبل هديتي. لا لا أنا ما أعرفكش، ما أقدرش أخد منك حاجة. ما تعرفوش إيه؟ ما عرفناه خلاص، أحمد سراج. واللي عايزة تعرفي أكتر من كده اسم أمه. قولي لها والنبي يا سميرة، ولا عايزاني أكسر الخاتم قدامك 60 حتة؟ أصل أنا استحالة أشوف حد غيرك ممكن يلبس الخاتم ده. استنى يا مجنون، هو أنتوا بتلاقوا الألماس كده في الشارع؟ هتاخده. تاخده يا حمار بس هي بتتقل. طب ممكن تلبسيه في ايدك عشان اشوفه. يا خساره الخاتم طلع كبير جدا عليكي، ما كنتش متخيل ان ايدك رقيقه وصغيره جدا للدرجه دي. طب يعني هو انت جايبه مقاس مين بالظبط؟
على العموم مفيش مشكله، دي حاجه بسيطه جدا، هتصل بيهم في المحل ويتعمل في 5 دقايق ويجي على طول. الو، ايوه حسنين، ادخلي حالا. عارفه ليه؟ انا اسعد مخلوق في الدنيا كلها دلوقتي. انت عارفه في البيت عندي مسميني ايه؟ مجنون ليلى. يا بختك يا لولا. انت هتفضل تبص لي كده كتير؟ وهفضل طول عمري ابص لك واملى عيني منك. ايوه يا فندم. بقول لك يا حسنين، انا عايزك تاخد الخاتم ده تروح المحل تصغره لي وتجيبه لي حالا، اوكي؟ ده ضيعه على مقاس ايه طيب؟ يعني بالتقريب كده. بالتقريب ليه؟ هاتي خد الخاتم ده وضيعه على مقاس. طيب بقول لك ايه؟ وبالمره ممكن تاخد السلسله دي وتلمعها لي. طب ما تلمع لي انا كمان يعني. انت تأموري. ماشي. بقول لك كمان يا حسنين، ممكن تجيب خاتم شيك قوي كده للأنسة سميرة؟ على مقاس ايه حضرتك؟ اتفضل. فهمت ولا فهمك تاني؟ لا لا يا باشا فهمت. 10 دقايق وتيجي بسرعة، خد العربية عشان متأخرش. حاضر. وليه التكليف ده بقى؟ تكليف ايه بس؟ مش كفاية ان انت اللي خليتيني اشوف ليلى؟ ها تاخدوا ايه؟ هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ لا الزبون بينتهي يا فندم، ممكن اروح له؟ روح له بس ما تنساش. ده حاجة تتنسي يا فندم، حد يفس من غير نفس. الأستاذ أحمد اللي جاي. ايه ده؟ هي الحكاية دي اتعرفت كده بسرعة ولا ايه؟ اسمع لما أقول لك، أنا عايزك تجيب لي أحلى أصناف عندك. أصلاً النهاردة أسعد إنسان في الدنيا. يا احمد يا ابني كلمني انا وراك. خد دول. ايه دول؟ عشان خاطر وشك الجميل ده. لا يا ابني انت بتديني بقشيش، انا صاحب المطعم، انا لا يمكن اعملها، عمري ما عملتها. معلش يا جماعه انا اسف، اصلي من ربكتي ما بقتش شايف قدامي. طب ممكن تنده لي الويترز؟ عايز تدي البقشيش؟ في شحاتين في المطعم. يا ابراهيم افندي. مستر نجاح اشحن. امسك يا ابراهيم دول، عايزك تدي كل ويتر 20 جنيه. يا ربنا يخليك لنا يا باشا، ربنا ما يحرمنا منك. والله يا جماعه انا من فرحتي مش عارف اعمل ايه. انا هين عليها الساعه بتاعتي واديها لك. بص يا ابراهيم انت شكلك كده وشك حلو. الساعه دي رولكس يا ابراهيم، حلال عليك. ايوه فعلا هي شكلها فولكس. والنضاره دي ريبان، مش خساره فيك. لا يا فندم انا بصراحه عمري ما عملتها، انما لو بنطلونك مضايقك اعملها. انت بتقول فيها، انا حاسس بجد اني ممكن اقلع هدومي. انا مش عارف ممكن اعمل ايه دلوقتي يا جماعه، بس بعد اذنك هدخل حمام 5 دقايق. 4 دقايق بالظبط. اسمع لي. نعم. انا عايزك تجيب لهم كل اللي هم عايزينه. حاضر. من اكل ومن شرب، ما تبخلش عليهم من حاجه. لا لا فندم. اوكي؟ حمام. هاف ا نايس حمام. الله 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 يا عبد الحليم. يا سلام، اهو ده المغنى ولا بلاش؟ الله يرحمه، عيشنا على اغانيه وحبينا على اغانيه واتجوزنا على اغانيه، وبعيد عنك ايامنا طلعت ودانهم بايظه. ايه اللي بيسمعه جيل الشباب ده؟ لا كلمه ولا صوت ولا لحن، والمخرج يدخل بالكاميرا على بطن المطربه تحسه ما بيعملش اغنيه، بيعمل سونار. حلوه يا زياد بالسونار. فعلا عندكم حق، اصل زمان كان المعنى في بطن الشاعر، دلوقتي المعنى في بطن المطربه. حلوه بطن المطربه دي، حلوه قوي. خبطت على كل الحمامات، الرجالي مش موجود، مش معقول يكون خش الحمام الحريم. ايه ده؟ ده بقاله ساعتين بس سايب موبايل. وريني الموبايل كده، ما يجيبش 100 جنيه ده. ده خد مني السلسله والخاتم، وخد مننا كمان السلسله والخاتم. إيه انتوا ما تعرفوش؟ لا ما نعرفوش، انا مش عارفه ازاي اقابل لواحد ما نعرفوش. انت السبب، انت اللي قلت له يجي هنا. بس انت اللي بعتي له الاول. مستر نجاتي، الولد اللي كان قاعد معانا هنا ما تعرفش راح فين؟ اهو بص انت وهي على الشريط اللي دار ده، اكيد هتعرفه هو راح فين. ايه ده؟ نجاتي! انت يا نجاتي! ايه دخان الشيشه اللي طالع من عندك ده؟
الشيشه في ركن الشباب دي كارثه. تعالى بقى شوفي الكارثه اللي بحقيقي. شكري اتجوز عرفي. اتجوز مين؟ اتجوز مرنين. انت بتخرف؟ انا شاهد على الجواز بتاع مرنين. شكري بنتي ابني والله اقتلها. لازم اقتلها. انت على عقل بنتي دي. بنتي كانت تضحك على عقل بلد السايبه دي. واللي عملوا ابنك في بنتي ده يبقى ولد مؤدب ومحترم ومتكسب زي البنات. ابني متربي احسن تربيه. دوري انت على بنتك السايبه. بنتك السايبه. لا انا لا يمكن اطمن على ابني في المكان ده. اشرف يا ابني انت فين؟ عرفي يا بنتي. عرفي يا صاحبي يا ابو كريمه. ده انا هقتلك. اسمح لك. اوعى اوعى بيدام مراتك يا سافل. رايح تتجوز عرفي واحنا قاعدين ورا الحيطه الزريانين. الورقه معايا مرنه. تعالى اجري امسك يا عم. امسك يا عم. مرنه مش وعدتني يا كلب انك خلاص بطلتها. ده انا هضربك انت واصحابك يا صايع يا فاهم. يلا يا الجدار ده لازم يتهد حالا عشان كل حاجه تتم في النور وبوضوح. يتهد ازاي؟ ما هو زي ما اتبنى بتصريح لازم تصريح عشان يتهد. انا ههد وهدفع المخالفه. الحكايه ما بقتش مستنيه تصريح. Fuck.